رافعة 300 طن. هذا هو كل وزنها المضاد، حوالي ستة وزن مضاد، كل واحد فيها حوالي 12 طن، 12.5. كلهم يلصقون من الخلف ثم وحدها تحمله كي تستطيع أن تدور، لأن الآن نازل في الأرض، نازل فوق الرافع، لا يستطيع أن يدور به حتى يحمله. وهناك كذلك هذا وقلناه الباتي، كذلك يلصق فوق الوزن المضاد. وهناك كذلك هذا الأرجل، هو البلاك دي بوي، يأتون فوق هذه لأنها شيء ثقيل. هذه وضعية كذلك تستطيع هكذا أن عندما تريد أن تزيد عدد لفات الكوابل يجب أن تنزلها هكذا حتى تصل إلى صفر درجة هكذا. هذه الوضعية تستطيع أن تنزل الموفل، يستقر في مكانه ثم تعيد لفات الكوابل. هذا الأزرار، واحدة تصعد واحدة تنزل الوزن المضاد كي يصعد منه. إن شاء الله تأتي الفرصة وأجعل لكم هذا الفيديو.